ينضم الينا حاليا من لندن الدكتور احمد عبود، استاذ المحاسبه بجامعه بورتسموث في المملكه المتحده. ارحب بك دكتور احمد واهلا بك في هذه الجوله الاخباريه. وكنا نتحدث مع الدكتور عبد اللطيف حول تقرير البنك الدولي الذي يتوقع انكماش الاقتصاد العالمي بواقع 5.2%. منذ اسابيع قليله مكتب الميزانيه البريطاني توقع ان يهوى الناتج المحلي البريطاني بنسبه 13% خلال هذا العام. بالتاكيد هناك العديد والكثير من الاجراءات الحكوميه في بريطانيا كما في الكثير من دول العالم لاستيعاب هذا الانخفاض، لاستيعاب هذا الانكماش الكبير بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد. هل يمكن للاقتصاد البريطاني المتضرر اصلا ربما بعد انفصاله من الاتحاد الاوروبي ان يستوعب حجم هذه الكارثه؟ دعينا نؤكد في الاول يا فندم ان احنا عندنا ازمه اقتصاديه في المقام ازمه صحيه في المقام الاول، نعم. ولكن لها توابع اقتصاديه وخيمه على جميع الدول. بريطانيا تعاني مثل باقي الدول، على سبيل المثال معدلات البطاله ارتفعت، الحكومه معدل الاقتراض الحكومي زاد، على سبيل المثال معدل الاقتراض في شهر ابريل عاد معدل الاقتراض في عام مالي واحد سابق، معدل الانتاجيه منخفض، المصانع معطله، جميع حالات الافلاس تزيد في الشركات في قطاعات مختلفه، وبالاخص قطاعات التجاره وقطاعات السياحه وقطاعات السفر وما الى ذلك. ولكن بريطانيا لديها اقتصاد قوي، هي تضخ العديد من الموارد، تحاول تدعم الشركات. على سبيل المثال بريطانيا تسدد مرتبات العاملين في القطاع الخاص وستستمر في ذلك حتى اكتوبر 2020. للأسف أثر كورونا على الاقتصاد لم يكن هذا العام فقط، كما أنت ذكرت أن معدل العائد سينخفض إلى حوالي 13% في عام 2020، متوقع أيضا أن يكون في انخفاض وفي ريسيشن في عام 2022 تصل إلى 10%. بريطانيا تضخ العديد من الموارد، ولكن المشكلة التي نعاني منها إلى متى سوف تستمر الحكومة البريطانية في تقديم هذا الدعم؟ هل تستطيع أن تستمر في هذا الدعم أكثر من 6 أشهر؟ ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هل سينفتح الاقتصاد؟ على سبيل المثال بريطانيا بدأت عملية فتح تدريجي للاقتصاد، بعض القطاعات بدأت في العمل، بدأت عملية الإنتاجية بالتدريج تعود، ولكن المشكلة هي أن عملية التجارة على سبيل المثال منحصرة جدا، عملية السفر working from home على سبيل المثال، نعم. في قطاعات كبيرة جدا لا تستطيع العمل طيب. من المنزل. طيب دكتور أحمد، كما تعلم أنه بعد بريكزيت المملكة المتحدة ربما تبنت استراتيجية أن تبني تحالفات جديدة سواء مع الصين، مع دول الخليج، نعم. مع اليابان، مع عدد آخر من دول العالم، ربما بعيدا شيئا ما عن الاتحاد الأوروبي. اليوم ربما المملكة المتحدة بريطانيا بدأت ماراثون المفاوضات، مفاوضات التجارة الحرة مع اليابان. هل برأيك سوف تتبنى أو تزيد في تبنيها وتواصل تبنيها هذه الاستراتيجية أملا في أن تتجاوز عقبة فيروس كورونا وأيضا عقبة الخروج من الاتحاد الأوروبي؟ نعم، أنت ذكرت أن بريطانيا تعاني أيضا من الخروج من الاتحاد الأوروبي. حجم التبادل التجاري ما بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي حوالي 50%، على رأس هذه الدول ألمانيا وأسبانيا وإيطاليا. وأنت تعلم أن الاتحاد الأوروبي بسبب تقارب الدول عملية تكلفة نقل البضاعات وما إلى ذلك وعدم وجود جمارك يسهل عملية التجارة. الآن بريطانيا تبحث عن بدائل. أجرت بريطانيا حوالي 19 اتفاقية مع 19 دولة خارج الاتحاد الأوروبي من أجل تدعيم عملية التجارة. أمريكا ظهرت بشكل كبير. أمريكا الآن في تفاوض مع بريطانيا من أجل إجراء عملية تبادل تجاري حر بمبالغ عالية جدا. ولكن المشكلة الأكبر هي أن بريطانيا كان أسهل وأقرب وأقل تكلفة هي عملية التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي بسبب التقارب وبسبب عملية توافق فيما يخص الجودة المنتجات والتبادل التجاري وما إلى ذلك. نعم. بريطانيا تحاول خارج الاتحاد الأوروبي وأيضا داخل الاتحاد الأوروبي. طيب. سوف تلتزم بريطانيا بما يخص اتفاقيات التجارة فيما يخص منظمة التجارة العالمية مع دول الاتحاد الأوروبي إذا فشلت الحوار في 6 أشهر القادمة.